الإمام السجاد فتح عينه على آلام وجروح ومصائب آبائه وأجداده إلى أن استشهد عليه السلام بعد قتل الحسين أكثر من 30 سنة. يعني أنا هذا اللي ينقل عن الإمام زين العابدين هواي يستوقفني، أنه ما قدم له طعام. ترى هواي حكاية كبيرة يعني حقيقة، بس إحنا تعودنا نقولها على المنبر تمشي شلون مكان، ولا إذا تتأملها هواي حكاية كبيرة. إحنا كل يوم ناكل، كل يوم نشرب، ما نمر بك شيء يعني. ما قدم له طعام ولا قدم له شراب لأكثر من 30 سنة إلا مزجه بدموع عينيه. إخواني ترى كلمة كبيرة هاي، كلش كبيرة. أكثر من 30 سنة ما قدموا له طعام ولا قدموا له شراب إلا خلطة بدموعه على الحسين، وهو يقول أشرب وابن رسول الله ما جرب، أكل وابن رسول الله ما تجايع. واي حكاية كبيرة هذه، مؤلمة هاي الحكاية. يعني شقد تأذى هذا الإمام عليه السلام، عد من البكائين 5 علي بن الحسين، ما لي أراك ودمع عينك جاك، أو ما سمعت بمحنة السجادي. إلى أن قضى نحبه مسموما، والمصيبة لاحقته حتى بعد شهادته، إمام مظلوم مسموم قبره شنو؟ مهدوم. شيء عجيب ظلامة علي بن الحسين، شيء عجيب. لمن القبور الدارسات بطيبة. تروح للمدينة قلبك يقوم يوجعك والله العظيم. 4 أئمة معصومين بهالحالة هذه. لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها أيدي الشقا ذارا، قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا، علمت أي مراقد هدمت يا للملائك لا تزال مزارا. يا أبو الباقر قضى بسم الغدور وقلب كل شيعي غدا لأجل جمر. الآن البقيع أظلم مسدود، الآن البقيع يعني هسه الكاظمية، الإمام الكاظم الجواد تروح تزورهم قلبك يرتاح، العسكريين علي بن أبي طالب، كربلاء، الرضا، بقية يعني إلا هالأئمة ذولا والله العظيم. يعني يا باب الباقر قضى بسم الغدر وقلب كل شيعي غدا لأجل جمر، لا يجند شيع بهيبة وكل قدر. يا بلا جند شيع بهيبة 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 وكل قدر، وحفرة والجسم الإمام أحسن قبر، بس أبو اليمة البقى بلا آية ستر. وزينب الحرة خذوها لليسر، يقول زين العابدين دفن إلى جانب عمه الحسن، لكن الحسين بقي 3 أيام. غار والله على الزلم للعشرار، الجار للجار، العرب تكرم الجار. عمتو عرب، هذا الحكي يأذي والله العظيم، يأذي هذا الحكي. شو الحكي هذا؟ يا بالجار للجار، العرب تكرم الجار، ليش مرمح سيان لثالث نغى، وصحبته من كولها وشبانها. يا بايم انتناخة وقال وش بعد الصبر، هاي ذلة وعارها مد العمر، كون باكر ننشد شنو العذر، نصير قال للعرب بلسانها. قامت وجوه الزلم وتحزمت، 40 من العشيرة تلازمت، اشتدت احتدت صدق وتوزمت، شافت العاري غلب احيانا. قامت من كثر الحياة وقحمة الخوف، ولحقت بجمع النسب وادي الطفوف، قالوا يردنا الخطر بيها نشوف، نحاذر ابن زيادها ومروانها. قالوا النسوان ما يبقى لما ندفن الحسين،
النسوان خير رجعن المضارب اللي بيوتن احنا ندفن. يا بل ليش النسوان ما يمشن؟ قالوا النسوان سواده، وهاي السواده تجيب عين، وهذا ابن مرجانه خال جواسيس وعيون ومراصد، وخافوا يعرفون بينه ويجون ياذونه. فالنسوان خد ترجع، قال انا وياكم نساكم رايح، لا احنا الا نجي. ليش؟ والله قال انا وياكم نساكم رايح، حسي النعشة لا بكي ولا صايح، يا بحسي النعشة لا بكي ولا صايح، زينب النايحة وين النايحة، ميسر الحرة بحكم عدوانها. بقوا يتناقشون رجال ونساء، يقول الفتلاوي وبين ما هم بالملامة وبالجدال، طلع راكب قال شلكم يا الرجال، تفرقوا عن الجثث يمنى وشمال، طايرة من شر ومي ذهانها. قال شنو وقوفكم يم الأجساد؟ كون بينوا للصدق شنه المراد؟ قال أنا أمامكم زين العباد واسفر لهم عن وجود إيمانها. قال وحسين انتخي أنا الدفنته، كل جهدنا وما قدرنا جثته، لا مواراته ولا من صحبته الضايعة تحت البوار بدانها. قالوا حفروا هنا والدمع كايات، وشال ابوه شلون له صبر وثبات، صاح ريت الموت يعدي من الحياة ولا اشوف معفر بتربانه. يقولون نزل ويا ابوه، ورا شوية قالهم انطوني هذا الرضيع خليه على صدر أبوه، قالوا له نحفر له بصفه ليش؟ قالهم سمعت صوتا من نحر والدي يقول وسد رضيعي على صدري. دفن والده اجا يم شاب مقطع بالسيوف يربن يربى، جلس عنده وبكى ثم قام صاح يا بني شاد حطوا الأكبر يا أم أبوه، هذا أخوي أحزام ظهري وأنا أخوه، هذا لهم غبر وجوق الحارب. كملنا هاشميين دفنهم، الأنصار دفنهم، قالوا بعد عباس البطل على المشرع، جثته بحد السيوف موزع، شلون مصرع شبل حيدر مصرع، مقطع جفوف القضى جمانه. اجى الامام العم دق عد يا عمي وشوف قيدي، يا بو السلسلة الور ما تجيدي، ومجرح من الغل وريدي، اوله راح وهل من ايدي. قال له لأ انت قلت عمتك ما قلت لها من نجيت، وعمتك تنتظرك وعمتك خايف عليك لو ترجع يا ابن رسول الله. قالهم يا انا كون ارجع، انا تأخرت على عمتي زينب هواي تأخرت، وانا عمتي ما قلت لها جاي. زينب قالب الخرابة على علي بن الحسين، قالبتها على السجاد، تعرف شنو قالبتها؟ وين راح حمانا بقية السيف؟ غير يقول من يروح، منو قال له اطلع؟ وين راح؟ خايفة علويات ما قلت شن؟ لا ما قال لنا. بعد قليل دخل زين العابدين، عمامته تراب، ملابسه تراب، وجهه تراب. قالت له ليش هيك يا عمه؟ وقعت قلبي بالقاع، انت وين كنت؟ من تروح غير تقول لي وين كنت؟ قالها عم عظم الله لك الأجر، الآن فرخت من دفن الحسين. قالت له أخويا تفنت؟ قالها تفنت أخوك. ليش ما أخذتني وياك؟ قالها تموتين لو جينا، ما أدري أنا متعمد ما قلت لك. زين عمه أكو عندنا أسئلة نريد نسأل. قالهم سئلوا، حلا وقت الحديث مثل ما يقولون. الله يرحم أستاذنا شيخ محمد سعيد المنصور الخطيب الأديب، يقول عليه التمن النسوان
شي تبكي وشي تعد، هاي على الولد تنشد وذيك على الأخو تنشد، وهو بينهن واقف الكل وحدة جواب يرد. رباب تصيح خبرني عن ابني اللي بالسهم مفطوم، قالها على صدر أبو. ليلى قالت له وليدي، قالها يا مرجلي أنا أبو. رملة صاحت وليدي، قالها ويا الهاشميين كذا كذا. أم كلثوم كفيلة، قالت لا، قالها على العلقمي كملا. زينب قالت إن خلصت النسوان، خلصنا، ما حد عنده سؤال. لا عم يا علي السجاد عندي ويا بس نشد يا عم عادة الميت يصير على الترب خد. عم شلون دفنت اخويا حسين وهو راس ما عنده؟ عم شلون دفنت اخويا حسين وهو راس ما عنده؟ يا ميتا ترك الألباب حائرة وفي العراء ثلاثا جسمه تركا محمد وآل